اليوم نظمت أريد الجزائر هذه الرحلة لمناصرين، في تقريبا 100 مناصر سوف يتنقلون إلى الدوحة لمؤازرة الجزائر خلال كأس العرب للأمم. كما تعلمون هذه العملية تتم بالتنسيق مع مجموعة أريدو في الدوحة. مجموعة أريدو هي المشغل الرسمي في قطاع الاتصالات لكأس العالم 22 في الدوحة، وكذلك كأس العرب 21 في الدوحة. فاغتنمنا هذه الفرصة لإتاحة يعني إمكانية الحضور كأس العرب للأمم في الدور الأول، 3 مباريات ضد الفريق السوداني والفريق اللبناني والفريق المصري، ونتمنوا للجزائر إن شاء الله تمشي للأدوار الأخرى وتتأهل للدور النهائي إن شاء الله. فهذه العملية تمت يعني بالقرعة. كيف تم ذلك؟ بين 12 و19 نوفمبر قمنا بعملية يعني السماح للزبائن الذين عبأوا رصيدهم بألف دينار أو أكثر، أو اقتناء شريحة بألف وخمسمائة دينار بالمساهمة عبر رابط يعني رقمي، بالمساهمة في عملية القرعة التي تمت يومي 20 نوفمبر و 21 نوفمبر بحضور محضر قضائي. وتمت اختيار يعني انتقاء 100 مناصر من مختلف ولايات الجزائر، هذا الشيء لازم نركزوا عليه، في من الجزائر العاصمة من ولايات الأخرى، وسوف تتكفل إذا مجموعة تريدو بتنقل هؤلاء المناصرين وفق الإجراءات الصحية الصارمة، دفتر التلقيح وكذلك تحاليل بي سي آر والسيرولوجيك، وكذلك نحترم كذلك يعني الإجراءات التي تفرضها يعني الدولة المستقبلة هي دولة قطر. التنقل يتم اليوم 29 نوفمبر، الدور المقابلة الأولى هي أول ديسمبر مع الفريق السوداني، ثم 4 ديسمبر مع الفريق اللبناني، و7 ديسمبر مع الفريق المصري، وسوف تتم العودة إن شاء الله يوم 10 ديسمبر. نشكر شركة أوريدو على هذه المبادرة، مبادرة رائعة، يعني ما شاء الله فيه جمهور رايح يشجع الفريق الوطني، وإن شاء الله نعود بالكأس. نبهتوا لي SMS قالوا لي باش تشاركي في القرعه تاع كاس العرب، شاركت بعت SMS انسكريت معاهم وكاع والحمد لله. والله يعني الحمد لله، يعني ما كنتش نتوقع فيها، خلاص هذه مبادره ملاحه من اوريدو، يعني التسجيل تاعي كان عشوائي والحمد لله، نهار اللي عيطوا لي يعني كانت فرحه كبيره. خلاص احنا رايحين نشجعوا الفريق الوطني ومامطون رايحين رحله الحمد لله، ونشكرهم يعني شكر كبير. ان شاء الله تحيه الجزائر ديما وتحيه الفريق الوطني، ان شاء الله نربحوا. Alors, Nharli Aïtoulé, franchement, même j'étais super contente. J'ai participé pour la première fois à un concours pareil. Alors, نحب نشكر أريدو على هذه المبادرة، فرانشمون مبادرة جد طيبة، ورحنا فرحانين باسكو اون فا سوبورتي ليكيب تاع بوغرا. جو سويز اون اموروج دو فوت، جو سويز اون اموروج دو ليكيب ناسيونال، دونك ان شاء الله نجيبوا الكأس معنا ونولي، وكما رحنا ماشيين فرحانين ان شاء الله نوليو فرحانين. Oui, j'ai l'habitude parce que je suis une sportive et puis نحب الفوت. Voilà, c'est je نتبع كامل لي ماتش pratiquement. Voilà. السلام عليكم. كان اجمل فرحه تاع قطر، يوم مربوحه ان شاء الله كاس العرب ندوها، و شاركت في ليكسيت 100 في اوريدو، وشاركت في هذا السيت تاع الطنبوله وعيطوا لي وربحت. لا كانت كيما هكا، وكانت فرحه شابه كيما تاع باك. ولا لا فرحه شابه. سي لا دوزيام فوا اللي نربح طنبوله. فرحه لا توصف اختي، كذب عليك، سورتو كي جات هاد لافيغي تاع كورونا، ونيتي ديزيسبيري انغواسي، تنوضي صباح تروحي تخدمي تعاودي تجي طيبي الدار. هي انا شكيت، بعد قاعده نشوف قاعده نقول هذا النيميرو تاع اوريدو، بعد يعيطوا لي من اوريدو من صوت خطاب تاعهم يتمسخروا بيا، سي با لوجيك. ومن بعد عيطت لهم انا، قلت لهم فوالا فوالا، عيطوا لي صافي اين، قال لي وي مدام عيطنا لك فوالا، قلت لهم خلاص سي بون راح لي الشك. دوكا اقسم بالله راني ماذا بيا، ميم كانوا يقولوا لي تباتي في الصطاد وتقعدي في الصطاد، نقول لهم وي داكور اي با سوسي، باسكو سيتي ان غيف ملي كنت صغيره، وتعرفي لا سوسيتي تاعنا احنا هنايا، نو ما تروحش للصطاد باسكو كدا باسكو كدا، العنف هادي هادي، سيتي مون غيف انه نحضر ماتش في ان صطاد في لوروب ولا نامبورتو. الوغ الحلم هذاك تحقق، ومين ليكيب ناسيونال تاعنا، ما سي ميم با بوغ ان اترونج بوغ ان ايكيب اترونجار ولا، دونك فرحه لا توصف، فرحه تامه ماهيش ناقصه.
قلت والله غالي هذه الخطره اش فيه سي ما خسر والو. جيتي في الصالون اي شاركت والحق قالوا لي بون فوز تانسكري وكذا وكذا. كلك جور ابري عيطوا لي جو كوي با قلت والله فينالمون سيتي فري. دونك والله غنشكر اوريدو على هذه المبادره القيمه ولي بفضلها راح يمكنوا 100 مناصر اطراف التيتو ناسيونال باش يشاركوا في هذا الحفل الكروي اللي راح ان شاء الله يصرف كوبا لاب في قطر. وحنا على بالك الابتهاج وكامل كي ان شاء الله الفريق تاعنا يفوز يفوز ان شاء الله ونلحقوا ان شاء الله التتويج باذن الله. عندنا فريق قوي وان شاء الله بقياده مجيب بوكرا وعندنا دي جوار الله يبارك وان شاء الله بالمناصرين راك تعرف احنا ليزاجيريان قلب كما يقولوا ما نولوش الهور ان شاء الله اون اتيندرا لا فينال ونجيبوا لا كوب باذن الله pour rejoindre la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique 2019, Coupe Arabe 2021. Et Inch'Allah, tout ça, ça sera un prolongement de Belmadi, Inch'Allah, pour le Katiba Diallo. Nous allons, Inch'Allah, et nous allons, Inch'Allah, match barrage, nous allons jouer la Coupe du Monde. Et nous allons faire le Jazair, comme d'habitude, et nous allons faire l'Arabe, Inch'Allah.